تعال نشوف رأي من المغرب عن هذه البطولة مع الكابتن حسين كتابي المتحدث باسم نادي نهضة بركان المغربي. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير أستاذ رمزي، وصباح الخير المستمعين المشاهدين الكرام بهذه القناة الرائعة، قناة الأولى المصرية، وتحية إليهم من أهل المغرب، ومزيدا من التألق لهذه الإذاعة في نشر الثقافة الكروية الرياضية بامتياز. أهلا بك يا فندم. أنا كنت عايز أسألك عن رأيك في اقتراح دوري السوبر الأفريقي. نعم، تفضل حضرتك. بسأل حضرتك عن رأيك في الاقتراح المقدم من الكاف حول بطولة جديدة للأندية الأفريقية اسمها دوري السوبر الأفريقي. نعم، فكل القارات العالم فهي تبدع في خلق بطولات، والهدف منها هو الارتقاء بالمنظومة الكروية داخل قارتها. النقاش حول هذه المسألة، أي خلق نوع جديد من هذه المباراة، هذه البطولة، فهو يبقى لحد الآن غير رسمي، وبالتالي فكل بالنسبة للفرق المغربية وعلى العموم وفريق نهضة بركان، فكل خطوة وكل مبادرة تخدم كرة القدم الإفريقية فهي معها لخاصيتين اثنين. أولا، الخاصية الأولى هو تنمية الكرة، تنمية أو تطوير الكرة الإفريقية، والخاصية الثانية وهي الارتقاء والعدالة داخل القارة الإفريقية، وبالتالي فالاحتكاك ما بين الدول في مختلف المسابقات فهو جد محمود لدى الفرق، وبالتالي فالحديث عن حلق هذا النوع من البطولة فهو سابق لأوانه، بحيث أن الكرة الإفريقية يجب أن تتطور شيئا فشيئا، والمقاربة التي تقول بضغط المباريات فهي ليست في صالح الفرق والنوادي، وبالتالي فالمشاهد أو المحلل لمشهد الكروي الإفريقي يقر بأن هناك تفاوتات عديدة ما بين الدول، فدول شمال إفريقيا أو كرة شمال إفريقيا ليست لها مميزات عن الكرة مثلا في جنوب الصحراء أو الساحل، وبالتالي فالكرة الإفريقية يجب عليها إعادة النظر كذلك في الأمور التي هي تجرب الآن، بحيث أن الكونفدرالية الإفريقية مثلا فهي بدأت في سنة 1993 وبدأت تتطور إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، حيث أن هناك منعرج أضاف الكثير من المسائل الإيجابية بالنسبة لكرة القدم. لنأخذ مثلا الكونفدرالية الإفريقية، ففي 2008 كذلك تغير الاسم، وكذلك تغيرت شروط الولوج لهذه المباراة، وبالتالي فالتدرج في خلق بطولة أخرى فهو لا زال لم يقتنع به بعض الدول، ولكن الكرة الإفريقية دائما في التطور، ولعل المستوى الذي شاهدناه في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون غير دليل على أن الكرة الإفريقية تضاهي مثيلتها في العالم. كابتن الحسين كتابي المتحدث باسم نادي نهضة بركان المغربي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة والمشاركة في هذا الموضوع. يعني زي ما قلت لكم انا ميال ليها، طبعا ما عنديش الجوانب السلبيه لسه فيها،
بس الايجابي منها عجبني فكره التنقلات الكبيره اللي كانت بتحصل للانديه المصريه في اماكن بعيده جدا في القاره الافريقيه، كانت مرهقه جدا وكانت بتاثر علينا كمان هنا في مسابقاتنا المحليه. فكره انك عشان تسافر 3 4 ايام في مكان وتقعد يومين هناك، تاخد 6 ايام ولا حاجه وترجع مرهق في الدوري المصري، فتطلب مباريات مؤجله. لكن لما تلعب في تونس او المغرب او الجزائر او السودان الامور اسهل واقرب بكتير جدا، واعتقد هتبقى الدنيا احسن جدا لو ده حصل. بس طبعا اكيد الانديه المصريه هتدرس هذا الامر عشان تقول رايها بشكل نهائي. الاهلي زي ما قلت لكم ابدا موافقه مبدئيه، ولكن لسه محتاج يعرف تفاصيل اكتر.